السلام عليكم بالخير اعزائي المشاهدين الاجواء الحاليه اجواء تميل الى البروده وتصل درجات الحراره حاليا في معظم المناطق البريه ما بين 17 الى 22 درجه مئويه مع هواء شمالي غربي خفيف الى معتدل السرعه 10 الى 30 كيلومتر في الساعه هناك ايضا فرص لتشكل بعض الضباب الخفيف على بعض المناطق اللي متوقع انه راح يستمر معانا حتى ساعات الصباح الاولى من يوم الغد من بعدها راح يبدي ينقشع الضباب تدريجيا بالنسبة لأجواءنا القادمة خلال الأيام القليلة المقبلة أجواء راح تستمر معنا باردة إلى مائلة البرودة. خاصة في فترة الصباح الباكر وأيضا خلال فترات الليل المتأخرة أما في فترة النهار استمرار في الأجواء المعتدلة وأيضا اللطيفة والمناسبة جدا لممارسة جميع الأنشطة والهوايات الخارجية أما بالنسبة لأجواءنا الحالية في مدينة الكويت أجواء لا زالت مائلة للبرودة وتصل درجة الحرارة حاليا إلى 21 درجة مئوية رطوبة نسبيه 59% والرؤيه الافقيه ممتازه تتجاوز ال10 كيلومتر حاليا شماليه غربيه سرعتها 6 كيلومتر في الساعه الاجواء المتوقعه في منتصف هذه الليله اجواء راح تستمر معنا مائله للبروده الى بارده في بعض المناطق متوقع تتفاوت درجات الحراره ما بين 13 الى 19 درجه مئويه في معظم المناطق البريه نلاحظ الانخفاض راح يكون ملحوظ اكثر على المناطق الشماليه وكذلك الغربيه قد تصل فيها درجات الحراره المسجله ما بين 13 الى 17 درجه مئويه وبفعل استمرار الهواء الشمالي الغربي قد تكون درجات الحراره المحسوسه اقل من المعدلات المسجله ومثل ما ذكرنا هواء شمالي غربي راح يكون خفيف الى معتدل السرعه 10 الى 30 كيلومتر في الساعه وراح يستمر معنا حول هذه المعدلات ايضا في نهار يوم الغد مع اجواء معتدله الى دافيه وقد تصل درجات الحراره العظمى بشكل عام ما بين 22 الى 26 درجه مئويه البحر خلال يوم الغد راح يكون خفيف الى معتدل الموج يصل ارتفاع الموج ما بين 2 الى أربعة اقدام اجواء لطيفه ومناسبه جدا لممارسه اي نشاط بحري ونذكركم ان التيارات المائيه لا زالت في فترات الفساد المواقيت باذن الله حسب التوقيت المحلي لمدينه الكويت موعد اذان الفجر الساعه 5 و11 دقيقه شروق الشمس الساعه 6 و36 وموعد اذان المغرب الساعه 4 و52 دقيقه اما بالنسبه للطقس المتوقع في مدينه الكويت خلال الايام الخمسه المقبله استمرار الاجواء المشمسه خلال فتره النهار وراح تكون سماء صافيه بشكل عام وخاليه من السحب وايضا استمرار في الرياح الشماليه الغربيه في يوم السبت والاحد والاثنين لكن بيوم الثلاثه راح تكون متقلبه الاتجاه راح ترجع مره ثانيه شماليه غربيه في يوم الاربعاء خفيفه الى معتدله السرعه بشكل عام راح تصل ما بين العشرة الى 35 كيلومتر في الساعه خلال هذه الايام ومثل ما ذكرنا راح تكون اجواء بارده الى ما الى البروده خلال فترات الصباح الباكر وايضا خلال لفترات الليل المتاخرة الصغرى المتوقعة راح تتفاوت ما بين 14 الى 17 اما العظمى راح تتفاوت ما بين 22 الى 24 درجه مئويه اعزائي المشاهدين الى هنا تنتهي جولتنا الجويه مع تمنياتنا لكم بقضاء اسعد الاوقات في ظل هذه الاجواء الجميله